خليني اقول لكم ان طبقا للمعلومات اللي عندنا ان عمر كمال عبد الواحد بنسبه تصل ل 95% قد ينضم للنادي الاهلي في شهر يناير المقبل. بارك الله فيك. بنسبه قد تصل ل 95%. عشان كده قلت لك ماشي، وجوده مهم. ممكن يعني هو الاقرب للنادي الاهلي. انا بقول لحضراتكم معلومه، عمر كمال عبد الواحد اقرب للنادي الاهلي. كل حاجه وارد ان هي تتغير، دي مفاوضات وده طبيعي جدا، لكن هو اقرب للنادي الاهلي طبقا للمعلومه اللي عندنا.